بيبدأ فيلمنا مع شخص مجهول بيتم اختراق جهازه من شخص تاني وبيكلمه وبيقوله ان هو عارف انك اكيد عايز تنتقم من مديرك لانه طردك، وبيقوله ان هو كمان عنده مشروع عايز يثبت نظريته، وبنعرف ان هما هيتعاونوا مع بعض. وبعد كده بنروح لعالم الفيزياء مايكل اللي بيقول ان اثناء دراسته للفضاء شاف انفجار كبير، وبيقول ان الانفجار ده نتيجة موت نجم لان النجوم كلها لما بتموت بتنفجر. وفي الوقت ده العالم بيقول للشخص المجهول اننا لازم نلاقي شخص نجرب عليه التجربة. وبعد كده بنروح لجو اللي بيتفرج على فيديوهاته القديمة مع مراته وبناته، وبيكون واضح عليه ان هو حزين جدا. ولكن في الوقت ده بنشوف ان في كاميرا محطوطة في بيته والشخص المجهول بيراقبه من خلالها، وبنعرف ان هو بيشوف كل تحركاته، وبيقول للعالم ان هو مناسب للاختبار وان حمض النووي مطابق للي احنا عايزينه، وبيقول ان بنته زاوية عندها 25 سنة وانها مش قادرة تسامح والدها ولا تقابله تاني بعد ما سابها لما والدتها ماتت، وبتكون هي متجوزة مايكل عالم الفيزياء اللي ظهر في الاول. اما بالنسبة لاختها رايا فهي مدمنة ممنوعات، وبنعرف ان جو بيعاني من مشاكل نفسية وانه بيشتغل في ريد لوك مختبر الابحاث، وبنعرف ان هو بيحضر محاضرات يفضفض مع الناس، وبيقول ان لما مراته مرضت ما قدرش يعالجها وبعدها ساب بناته، وبيقول ان حقهم يكرهوه. ولما بيروح البيت بيفتكر الايام الجميلة اللي قضاها مع عيلته، وبيقرر يروح يجمع بناته تاني، وفعلا بيوصل لبنته زوي وبيكون محضر لها هدية، وبنشوف انها مع جوزها مايكل. ولما بيجي ليها والدها مش بتكون مبسوطة، وبيسألها جو على مكان رايا لانه مسمعش عنها من زمان، ولكن زوي مش بترد عليه ولا بترضى حتى انها تاخد منه الهدية، فبيحطها جو في شنطتها بدون ما تاخد بالها. ولما بيمشي وبيسيبها بنعرف ان زوي بتكلم اختها ولكن رايا مش بترد عليها، وبتكون زوي قلقانة جدا عليها. وبالليل بيكون جو في العربية وبيفتكر لما مراته كانت مريضة بالسرطان وبتقول له يخلي باله من بناته، ولكن فجأة بيطلع ان في شخص وراه بيخطفه، وبنشوف ان هما بيزرعوا جواه جهاز غريب. وبعد كده بيفوق جو وبيكلموا الشخص المجهول، وده اللي بيخلي جو مصدوم ومش فاهم ازاي هو سامع صوت، وبيقول له الشخص المجهول ان هما مراقبينه ومراقبين عيلته من زمان، وان حاليا مزروع فيه جهاز متصل بمستقبلات الدماغ، وانه حاليا يقدر يشوف اللي هو شايفه او يوريه اللي هو عايزه، وبيفضل يضايق فيه ويفكره بمراته اللي ماتت وبنته رايا اللي ادمنت بسببه. ولما بتيجي بنت الجو بيقول له المجهول يقتلها، بس جو بيرفض، وساعتها بيوريه المجهول بنته رايا، وبيكونوا فيه اتنين تبعه وماشيين وراها وبيهددوا بقتلها لو جو ما نفذش التعليمات، فبيضطر جو ان هو يضرب نار على البنت، ولكن المسدس بيطلع فاضي والبنت بتكون مع المجهول وبتكهرب جو. ولما بيفوق جو بيلاقي نفسه في شنطة عربية، وبيحاول يتصل بالشرطة، ولكن اللي بيردوا عليه بيكونوا من رجالة المجهول وبيقولوا له لو اتصلت تاني بالشرطة هيقتلوا بنته. وساعتها بيفتح ليه المجهول الشنطة وبيقول له يركب العربية، وبيعرفه ان في شنطة فيها معدات هيحتاجها في المهمة الجاية، وفعلا بيوجهه للمكان اللي هو عايزه وبيوريه شخص اسمه تشارلز مارجري. وساعتها بيقول له جو ان ده رئيس المختبر اللي هو بيشتغل فيه، فبيقول له المجهول البس القناع علشان تبدأ المهمة، وفعلا جو بيعمل كده وبيدخل بيت تشارلي. وبنشوف في الوقت ده ان في طيارة بدون طيار خاصة بالمجهول بتراقب اللي بيحصل من بره، ولما بيشوف جو ان تشارلي نايم بيقول له المجهول يهدده ويخليه يطلع جهازه من الخزنة علشان ناخد المعلومات اللي عليه، بس جو بيرفض، ولكن المجهول بيفضل يخليه يتوهم ان بنته هتتقتل، فبيدخل جو للغرفة وبيهدده وبيجبره يفتح الخزنة ويشغل الجهاز اللي عليه اسرار شغله. وبعد كده بنشوف ان في بنت تبع المجهول بتقدر انها تاخد المعلومات، وساعتها جو بيتشتت فبيقدر تشارلي يضربه. وفي الوقت ده الرؤية عند المجهول بتشوش وبيخلع جو القناع، وبيقول لتشارلي على الجهاز المزروع فيه، فبيعرفه تشارلي ان هو كان بيشتغل في عمل الجهاز ده ولكنه وقفه لانه قال ان ده مشروع خطير. وبنتفاجئ لما الطيارة بدون طيار اللي بره بتقتله، وبعد كده بيأمر المجهول جو يقطع صباع تشارلي، وفعلا هو بيعمل كده، وبيقول له المجهول يروح للمختبر اللي هو شغال فيه، فبيروح له جو، واول ما بيدخل بيلبس قناع. وبنشوف ان البنت اللي مع المجهول بتطلق اسلحه في كل مكان في الشركه، ولما بتشتغل بنشوف ان كل الموظفين بيموتوا، وساعتها بيتصدم جو فبيقول له المجهول ان الاسلحه اللي اطلقناها معموله علشان تسحب الاكسجين من المكان، وبيخليه يروح لمكان المشاريع وبيقول له يستخدم بصمه تشارلي علشان يشغل جهاز معين. وفعلا لما جو بيعمل كده بيقول له المفروض اعمل ايه دلوقتي، فبيقول له المجهول يدخل للجهاز وبيعرفه ان ده اخر امر، وبعد كده هيسيبه يعيش حياته في سلام مع بناته. واثناء طريق جو بيقول العالم ان لازم المشروع بتاعه يرجع للنور، وبنعرف ان باقي العلماء اللي كانوا شغالين معاه وقفوا المشروع بسبب خطورته. وفعلا بيدخل جو للجهاز وفجاه بيتقفل عليه وبتخلي البنت الجهاز يشتغل، وفعلا بنشوف ان في اشعاعات قويه بتخرج من الجهاز وبتدخل كلها في جو اللي بيكون متالم جدا. واول ما بيخلص الجهاز شغله بيحصل انفجار قوي بيدمر مختبر الابحاث ريد لوك، وده اللي بيخلي الناس تخاف والشرطه تيجي المكان. وساعتها بيقول المجهول ان كده التجربه بدات، وبروح لزوي بنت جو اللي بتسمع في الاخبار عن الانفجار وبتكون زعلانه
لأنها عارفة إن الوقت ده هو وردية والدها. وبنرجع لجو اللي بيكون في كيس وبيخرج منه وبيكون لسه عايش وبيفضل يسأل المجهول هو عمل فيه إيه، فبيقوله للمجهول إن الجهاز اللي العالم عمله بيعرض الإنسان اللي جواه لقوة انفجار نجم، وبيعرفه إن النجم بيتكون من قوة كهرومغناطيسية وغيرها كتير، وبيعرفه إن بما إن حمضك النووي قدر يتلائم مع قوة النجم فحاليا عايزين نختبر القوة اللي عندك. وفعلا بيفضل جو يستكشف قوته وبيلاقي إن هو بقى قوي جدا، وبيقوله المجهول على موقع شخص اسمه نيكو سولا وإن هو ده الشخص اللي بيدي لبنتك رايا الممنوعات. وفعلا بيخرج جو من البيت وبياخد موتوسيكل، واثناء طريقه بتشوف زوي الهديه اللي ابوها حطها ليها في شنطتها، وبتتفاجئ ان هو حجر اداته ليه وهي صغيره، وبتعرف ان هو كان دايما بيفكر فيها. وبنرجع لجو اللي بيوصل لمقر نيكو، وبنفهم ان العالم بيختبر قد ايه الجهاز يقدر يدي قوه للانسان، وبيدخل جوه المقر وبيقابل نيكو اللي بيضربه، وساعتها بيحاول جو يتملك نفسه وبيساله على بنته رايا، فبيوري ليه نيكو فيديو وهي بتتعاطى، فبيتعصب جو جدا وبنشوف ان هو بيتسبب في انفجار ضخم وبيقدر انه يفك نفسه ويقتل اللي يقابله. وساعتها بنشوف ان نيكو بيركب العربية وبيهرب. ولما بيقول جو للمجهول يسيبه في حاله، بيرد المجهول عليه وبيقول له ان اللي انت عملته مش اقوى ما عندك، وبيقول له يسلم نفسه للشرطه علشان يستكشف قوته اكتر، وفعلا بيسلم جو نفسه ليهم. ولما بياخدوه لغرفه التحيات بيقول له المجهول يقول لهم ان هو حاطط قنبله في مكان معين، ولما بيقول ليهم جو على المكان بيروحوا ليه، وبيكون فاكر جو ان المجهول خلاه يقول كده على اساس ان هو يخلي الشرطه تتشتت ويسيبوه، ولكن المجهول بيقول له ان ده اخر اختبار ليك وان فعلا في قنبله في المكان اللي قلت لك عليه. فبيتعصب جو وبيقدر يفكه في يده وبيهرب من الاسم وبيركب عربيته، ولما بيحس ان هو بعيد عن المكان بيقدر بقوته انه يتحرك بسرعه كبيره جدا. وفي الوقت ده بتسمع زوي في الاخبار ان ابوها زارع قنبله في مكان معين، وساعتها بتتفاجئ جدا، ولكن رجاله المجهول بتيجي ليها هي وجوزها مايكل وبيقبضوا عليهم. وبنرجع لجو اللي وصل لاعلى مراحل قوته وبقى شكله بيتغير وبيطير، وبنشوف ان هو بيقدر يعرف مكان القنبله وبيفجرها في الجو. ولما بيروح لبيت بنته زوي مش بيلاقيها، وبيلاقي جهاز بيتكلم فيه المجهول وبيوري ليه بنته زوي اللي هو خطفها علشان يبتز ويعمل ليه اللي هو عايزه، ولكن جو بيقدر باستخدام قوته الهائله ان هو يلمس الجهاز ويعرف مكان المجهول. وساعتها بتقول البنت ان هو اخترقنا ولازم نهرب، بس بسبب سرعه جو بيكون وصل وبيقتحم المكان وبينقذ بنته. بس في الوقت ده بنتفاجئ ان العالم اللي كان بيكلم المجهول في الاول وعايز يختبر جهازه هو مايكل، وبنشوف ان هو بيضرب نار على زوي، ولكن جو بيقتله وبيفضل يعتذر لزوي ان هو سابها، وبنعرف انها ماتت. وبنرجع للمجهول اللي بيخلي جو يشوف اللي بيحصل عند بنته التانية رايا، وبنتفاجئ ان رجالته بتدخل البيت وبتقتلها، وساعتها بيتضايق جو جدا وبيقدر ان هو يوصل للمجهول وبيقتله، وبنعرف ان هو هيبدأ حياته من جديد بدون ما شخص يتحكم فيه.